بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعزائي التلاميذ، نرحب بكم في هذه الحصه التعليميه التعلميه معنا مر معنا في الحزب، مر معنا في الحصه الماضيه او في الحصص الماضيه سوره لقمان، اليس كذلك؟ نعم، مر معنا الجزء الاول والثاني. هل تتذكرون ماذا القواعد التجويديه التي مرت معنا؟ وتتذكرون معاني هذه السوره؟ لا شك ان القواعد التجويديه التي مرت معنا قاعدة الإدغام والإظهار. هل تتذكرون حروف الإدغام والإظهار؟ نعم، حروف الإدغام كما مرت معنا هي يرمنون، وحروف الإظهار هي التي ولدت في البيت الشعري في أوائل هذه الكلمات: أخي هاك علما حازه غير حاسم، فهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء. إذا قبل ثم مرت معنا أيضا معاني هذين الرفعين، تحدثنا عن القرآن الكريم وعن صفاته وعن صفات المحسنين، كما تطرقنا إلى وصايا لقمان، بعض وصايا لقمان الحكيم. هل تتذكرون هذه الوصايا؟ نعم، تحدثنا عن الشرك وخطورته، وتكلم لقمان الحكيم بابنه عن الإحسان إلى الوالدة. إذا نتابع في هذه الحصة بحول الله وقوته المقطع الموالي، فتابعوا معي تسجيله على الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة تبقى لنا الحروف 15، وهي الوالدة في البيت الشعري صف
ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضعفانا، وهي في اوائل هذه الابيات. اذا نقرا هذا المقطع ونوضح الكلمات التي جاءت فيها قاعده الاخفاء. اذا قال الله عز وجل: يا بني اقم الصلاه، اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. اذا لاحظنا كلمه المنكر سنجد النون الساكنه، ماذا يتبع؟ حرف الكاف وهو من حروف الاخفاء. اذا هذه الكلمه يوجد فيها الاخفاء، المنكر. هكذا نقرا المنكر، لا نخفيها للنون وانما نخفيها، نقول المنكر، عكس الكلمة التي جاءت قبلها وهي ونها، فهذه الكلمة ونها فيها الإظهار. إذن الإخفاء كما قلنا هو إخفاء النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر الواردة في البيت الذي سبق سأعيده في أوائله. صف وهي الصاد، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. اذا هذه هي قاعده الاخفاء. اذا ننظر الى معاني هذه الايات او بعض الكلمات التي تستحق الشرح في هذا المقطع. يقول لقمان الحكيم يسترسل في وصايا: يا بني اقم الصلاه. اذا اول امر او ثالث امر بعد الامر بعدم الشرك بالله تعالى والاحسان الى الوالدين، قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني اقم الصلاه. الى الامر باقامه الصلاه. ثم الامر الثاني: وامر بالمعروف، والمعروف هو كل خير يقوم به الانسان. وانهى عن المنكر، والمنكر هو كل شر. اذا فهو يامر بكل خير وينهى عن كل شر. واصبر على ما اصابك. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس امرا سهلا، يتطلب منا الصبر. اذا فالصبر هو الوصيه الرابعه من القران الحكيم: ان ذلك من عزم الامور. ثم يقول يسترسل في الوصايا ويقول: ولا تصاعد خدك للناس، لا تكن وجهك عنهم، ولا تمشي في الارض مرحا. اذا فالله عز وجل منها عن المشي في الارض اختيارا وتكبرا، لان ذلك مما يقتله الله عز وجل. ان الله لا يحب كل مختال فخور. فالله سبحانه وتعالى يكره ويبغض كل مختال فخور يفتخر على الناس بماله او شانه او سلطانه او غير ذلك. ثم يامر بوصيه ثالثه ويقول اخرى: واقصد في مشيك. وهنا امر بالتوسط في الامور كلها، في الاقوال والافعال، واغضض من صوتك. اذا فغض الصوت وصيه اخرى، غض الصوت. اذا خفضه وعدم رفعه خاصه على الوالدين والعلماء والكبار والاصدقاء، فهو مزيه من المزيات ان الانسان يخفض صوته. ان انكر الاصوات وصوت الحمير، حتى يظهر لنا ان هذا الفعل بشع. بل أظن الله سبحانه وتعالى شبهه بصوت الحمير. ثم الله سبحانه وتعالى ينتقل بنا بعد هذه الوصايا إلى النظر والتفكر في النعم التي أسبغها الله علينا، فيقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فكل نعمة من الله عز وجل، وأسبغ عليكم نعمه، أسبغ بمعنى أكمل وأتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة كما جاء في الآية. لذلك فعلينا أن نتفكر في هذه النعمة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى بها. ثم ينكر الله سبحانه وتعالى على الذين يجادلون بغير علم، فيقول الله عز وجل: ومن الناس. وهذا يعني خلق القرآن وخلق الأنبياء والصالحين أيضا، فيقول دائما ماذا للأقوام: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بدون حجة أو برهان أو دليل يجادل في كلام الله عز وجل وما جاء فيه الأحكام. ثم يقول الله على بعد ذلك: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. وماذا أنزل الله؟ أنزل الله تعالى كتابا عزيز فيه أحكام صالحة لكل زمان ومكان، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة وأخلاقا.
ويقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله لماذا سيجيبون؟ يقولون: قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. إذا هذا تقليل أعمى للآباء، وهو سبب من أسباب الشرك والزيغ عن كتاب الله وعن دينه، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذا فهذه طريقة الشيطان. لذلك من يستطيع منكم أن يعيد لنا أعزائي التلاميذ هذه الوصايا التي قلناها؟ إذا نعيدها إن شاء الله عز وجل حتى تتنسخ في أذهاننا. إذا أول أمر أمر بإتمام الصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. وصية ثانية: الأمر بالمعروف ثم النهي عن المنكر ثم إن ذلك يتطلب صبرا جميلا من هذا الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن ذلك من عزم الأمور. ثم الله عز وجل كما قلنا ينهانا عن أمور كثيرة هي من يعني من الصفات التي لا ينبغي المؤمن أن يتصف بها: لا تصنع خدك للناس، لا تعيب على الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا مختارا فخورا متكبرا، إن الله لا يحب كل مختار فخور. ثم يوصينا الله عز وجل بالقصد في المشي والتوسط والإعتدال في الأقوال والأفعال، وهذه خاصة من خصائص الإسلام. ثم يقول الله عز وجل: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بعد ذلك ينتقل من الله عز وجل كما قلنا إلى بيان نعمه الظاهرة والباطنة على الإنسان حتى يكون من الشاكرين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم أكمل عليكم هذه النعم ظاهرة وباطنة، ومن أفضل النعم نعمة الإسلام كما قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وكفانا ونعمة القرآن. ثم الله سبحانه وتعالى يرد على الجاحدين ويبين لنا أمره: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذا هناك أمور ينبغي أن نستحضرها واجب الشعر عزيزي التلميذ: لا بد من إقامة الصلاة، فهذه هي القيم والدروس التي نخرج بها. إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الاستطاعة. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر، إذا فهو قيمة حميدة وخلق من خلق الأنبياء والصالحين. ثم بعد ذلك نهانا عن أمور من طبيعة الحال، نهانا عن أمور وهي التكبر، التكبر والخيلاء. ثم الله عز وجل يأمرنا بخفض الصوت مع الوالدين. أولا خفض الصوت وهو أدب من الآداب مع الوالدين والمعلمين والأساتذة والكبار، إذا فلا بد من أخذ هذه السنة. ثم الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الجدال، إذا هذه أمور خرجنا بها وقيم وعبر ودروس نتمثلها يعني وينبغي أن نأخذها في درسنا. عبارة الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن نوفق وأن تكون موفقين إلى حد هذا المقطع. إذا فالأمور التي ينبغي أن نستحضرها وحفظها قراءة هذا المقطع والتدرب على قراءته مع قاعدة الإظهار بإضافة إلى الإخفاء قاعدة الإظهار وقاعدة الإذبار. ثم بعد ذلك من طبع الحال معرفة معاني هذه الصورة ثم حفظها بحول الله.